احنا لازم نشوف حل بسرعه يا احلام، بسرعه يعني النهارده قبل بكره. ايه ده، عمري ما شفتك متحمس كده. اخيرا سمعت كلامي وطردت الياس اللي كنت غرقان فيه. انا مستعد اقابل باباكي واشرح له بهدوء. يا عمي انا مرتبي كذا، انا عارف انه بسيط لكن في اوفر تايم كذا، نقرا الفاتحه ونتخطب سنتين وهاخد سلفه من البنك بضمان مرتبي، هدفع مقدم الشقه خلال سنتين، تكون انت اتخرجتي واشتغلتي، نكافح سوا. الكفاح ده هيخلينا نحب بعض اكتر ونبني نفسنا وبيتنا بحب واصرار. انا بموت فيك. ثم اننا بعد ما نتجوز بابا هيلاقي نفسه امام امر واقع واكيد هيساعدنا. يبقى سيبيني قبله. يا ابني كل دي تهيؤات شباب، وبعدين انا متاكد ان مرتبك يا دوبك بيكفيك. انت تقول لي هنشوف شقه ونكافح، هتكافح بايه يا ابني؟ يا فندم. وبعدين دلوقتي احلام يا ابني بقت واخده على مستوى صعب جدا انها ترجع تكافح من اول وجديد. وانا يعني كنت بعلمها عشان يجي واحد يبص لماهيتها ويكافح معاها من اول بقول ايه يا ابني؟ انا شايف انه لسه بدري، ها؟ فرصه ثانيه ان شاء الله. مع السلامه. ايه اللي عملته ده يا بابا؟ مش معقول. سحلقة المكافح يا حبيبتي، احنا كافحنا زيه زمان لما تعادلنا كفاح ولا طلعناش بنتيجه. هو ده اللي ينفذ العمليه اللي كنت قلت لك عليها. بس انت مطمنه له يا ده؟ 24 قراط. يعني انسان بيحط مناخيره احيانا في حاجات مالوش فيها. ما تخافش، خلي قلبك جامد واسمع كلامها دود، مش هتندم ابدا. في صحة هدهود. روحة هاتي لي بلوفر البني والنبي. ما انا حطيت لك الكحلي والبيج كفاية. كفاية اجيب شنطة اوراقي بس. انا كتبت لك كل الحاجات اللي انا عايزاها. الفرير بالذات اوعى تنساه. باروكات، برفانات، ستين، كومبينات، انا هفهم في الحاجات دي يا توحة، هفهم. ده انت تفهم في كل حاجه يا فرفوري. ما تنساش الفيديو اللي طلبه توفيق بيه. الله، ده مدير مكتبه هناك هو اللي هيسلموني بايده. بقول لك ايه؟ انا اتقصت يا توحة وعرفت ان العمليه دي وراها عموله تطلع لها بين 15,000 و 20,000 دولار. ايه؟ قلبي قلبي هيقف. طبعا هتجيب لهدى هديه. الله، ويا تفوتني برضه، ده معقول؟ ومش تسأل عمي، يمكن يكون عايز حاجة هو كمان. أصيلة، والله العظيم أصيلة يا توحة، ربنا يخليك ليا. تبوس. الله الله. أنا مسافر خلاص يا بابا، حضرتك تؤمر بحاجة أجيبها لك معايا؟ خد بالك من روحك يا ولدي، ما تسيبش روحك للشيطان، البلاد عويدها غير عويدنا. هيقولوا عليها حرية وكلام فارغ. يا بابا أنا مش صغير، بس حضرتك لا مؤاخذة يعني مش قادر تفهم الحياة الجديدة. الناس في أوروبا عارفة تعيش حياتها، البني آدم له قيمة والدقيقة ليها تمنها والحرية ليها معنى. أنا إيه بقى الحرية عنديهم يا سي فارس؟ الواحد يديهم مرته يترقصوا معاها؟ مش الفكرة يا بابا، ده معناها إن الواحد يبقى حر في تصرفاته وما يأذيش حد. إحساسهم بالحرية ده هو اللي خلاهم يحققوا التطور السريع ده. هو ده اللي كان مخوفني، الوظيفة الجديدة قلبت كيانك. بالعكس يا بابا، شغل الجديد محتاج لحركة، لأنه مش مجرد وظيفة باخد عليها مرتب وخلاص، يعني مش زي شغل الأولاني. اللهم صل على رسول الله. شوف يا فارس يا ابني، اسمع كلمتين من راجل مودع. فقدنا إيماننا، هو ده اللي مضيعنا. الجشع ملع جودنا وقلوبنا. الرضا لمن يرضى يا ابني. عايز ايه اكتر من اللي انت فيه ده؟ عايز اعيش زي الناس ما عايشه. الناس اللي غرقانه في الفلوس دي احسن مني في ايه؟ قول لي. بني ادم يا ابني بيتولد طفل قابض ايديه كانه ماسك كل حاجه جواه، ولما بيموت بيفرد يده ما بياخدش حاجه معاه. يا فارس خلاص، ليك عليا لما اموت هبقى افتح ايدي عشان اسيب كل حاجه، لكن دلوقتي لازم اقبض فلوس. انا هعمل مستحيل عشان اجيب فلوس. وعوايدنا وتقاليدنا يا سيدنا البيه. تقاليدنا؟ كانت فين التقاليد دي لما ميت الخدامه بقت اكبر من ميت استاذ الجامعه؟ كانت فين؟ كده الله يرضى عنك يا ولدي.